وصل وفد من الاتحاد الافريقي برئاسة عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي إلى مطار القاهرة الدولي لمراقبة الانتخابات الرئاسية. ووصل الوفود قادما وصل الوفد قادما من اديس بابا على طائره الخطوط الاثيوبيه وكان في استقباله سفير مالي بالقاهره ومندوبين من وزاره الخارجيه المصريه وذلك لتقييم سير الانتخابات الرئاسيه في مصر